في حديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تنكشف أو تتكشف بين يدي اليهودية أو النصرانية، فإنهن، لاحظوا التعليل، يصفن ذلك لأزواجهن. تروح للبيت ما عندها أمان، المرأة المسلمة يفترض أن تكون أمينة، وهذا شيء مو زين أن امرأة تصف لزوجها، لمحارمها، امرأة أجنبية عنها، هذا عمل مو زين، هذا عمل مبغوض. المرأة المسلمة يفترض أن يكون فيها هذا الحاجز، يفترض أن تكون فيها هذه الأمان، أما المرأة الكافرة ما عندها حاجز، ما عندها أمان، فتذهب وتكشف كل شيء لزوجها وأقربائها. زين هذا العمل، أن المرأة المؤمنة المحجبة المخدرة تكون مكشوفة أمام الرجال الكفار، أمام اليهود والنصارى والمجوس. زين هذا العمل،